السنة الثانية الذكرى الملحمة، مش ناسيين الداخلية اللي صفت عيوننا، مش ناسيين إنه سامي عنان ومحمد حسين طنطاوي هما المسؤولين عن المذبحة، مش ناسيين إن محمد مرسي كرم سامي عنان ومحمد حسين طنطاوي، مش ناسيين إن عبد الفتاح السيسي كان رئيس المخابرات العسكرية وعضو المجلس العسكري في مذبحة محمد محمود، مش ناسيين أحمد حرارة ولا رضا عبد العزيز ولا الناس اللي نور عيونهم راح علشان خاطر الثورة دي، مش ناسيين مالك مصطفى وآلاف المصابين، مش ناسيين 50 شهيد دفعوا ثمنهم ودفعوا روحهم في سبيل انتصار الثوره دي. كل اللي خان هيجي عليه اليوم والحكومه الثوريه اللي هتنبسط من رحم الانتفاضه الناجحه هنعلقهم كلهم على المشانق لان ده هو المكان الامثل ليهم. هيقلصوا ورهم في الشوارع كمان.